وابدا من هذه الملاحظه تريدون ان تسموها ملاحظات توضيحات ليس مهما ما عرضته بين ايديكم في مجموعه هذه الحلقات من برنامج الخاتمه واتحدث عن مجموعه حلقات اعرف امامك ما عرضته من خارطه للعقيده السليمه لم يكن امرا سهلا بالنسبه لي وبالنسبه لغيري تجلسون امام شاشه تتابعون البرنامج قد يكون هذا الامر سهلا وفي بعض الاحيان قد يكون صعبا الظروف الموضوعيه تختلف باختلاف ملابسات حياه الاشخاص لكن بالاجمال فان الجلوس امام شاشه التلفزيون ومتابعه هذا البرنامج ليس عسيرا جدا حتى لو كانت الظروف الموضوعيه معاكسه عمليه استخلاص عقيده بالنحو الذي استخلصته لكم عمليه معقده جدا انا لا اطالبكم ان تسلموا وان تقبلوا وان تصدقوا بالذي طرحته ابدا هذه عقيده وانا لست مسؤولا عن عقيده اي شخص حتى في اسرتي في اسرتي الصغيره العقيده قناعه شعور احساس علم معرفه اذعان تسليم تختلف هذه المضامين من شخص لاخر بالنتيجه العقيده امر شخصي العقيده ما هي بثوب نلبسه العقيده ما هي بمظهر يمكننا ان نتمظهر به العقيده امر لا بد ان يستقر في مكنون ضمير الانسان في مكنون عقله وقلبه في مخزون سره ولا بد ان تنسجم مشاعره وعواطفه واحاسيسه مع مضمون عقيدته والا فلا عقيده في البين فهي في الحقيقه امر شخصي صرف لكنني الفت نظركم الى اهميه ما تم طرحه في هذا البرنامج من جهه الجهد المبذول لا اتحدث عن جهد مبذول في الفتره التي عرض فيها البرنامج قطعا هناك جهد مبذول لبرنامج امتد من بدايه شهر رمضان الى هذا اليوم يوميا وبطريقه البث المباشر ولفتره زمانيه طويله، قطعا هناك جهد مبذول مني وجهد مبذول من كادر القناه وجهد مبذول منكم بسبب المتابعه والاهتمام قطعا هناك جهد مبذول انا لا اتحدث عن الجهد المبذول هذا انني اتحدث عن الجهد المبذول عبر السنين ما قدمته لكم خلاصه تمتد الى اكثر من اربعه عقود صدقوني هذه زبده هذه زبده وخلاصه لجهد مبذول الى اقصى الحدود في مده زمانيه تتجاوز اربعه عقود هذه زبده صافيه نقيه مفلتره من المنابع الاصيله الصافيه قطعا وقطعا وقطعا بحدود الممكن الذي يقيده قصوري وتقصيري. فأنا لا أستطيع أن أتجاوز هذه الحدود. إذا تجاوزت حدود الممكن المحكوم بقصوري وتقصيري فإنني سأفسد ولا أصلح. هذه هي الطبيعة البشرية التي تحكمني وتحكمكم. ولا يمكنني ولا يمكنكم أن تفروا منها. لا نستطيع الفرار منها. أتمنى عليكم أن تعرفوا قيمه هذا الجهد كي تعرفوا كيف تنتفعون منه انا لا اطلب منكم ان تقتنعوا بكلامي انا اقول عليكم ان تتاكدوا من صحه كلامي وأن تقبلوه وفقا لحكم عقولكم أولا وقلوبكم ثانيا تلك هي عقيدة لن أطيل الكلام أكثر من ذلك في هذه الملاحظة في هذا التوضيح وأنتقل بكم الى الملاحظه الثانيه العقيده يتعلمها الانسان حتى لو افترضت انكم قبلتم بكل ما طرح في هذا البرنامج وتعلمتم العقيده من هذا البرنامج العقيده لا تصل الى العقول والى القلوب بالتعليم والتعلم فقط وهذه المشكله لم توضح للشيعه لان المؤسسه الدينيه هي اساسا جاهله بها وفاقده لها وفاقد الشيء لا يمكن ان يعطيه التعليم والتعلم بوابه لوصول العقيده الى العقل والقلب البدايه من هنا علينا ان نتعلم وان نتعلم على احسن وجه وان نبذل قصارى جهودنا فيما نريد ان نتعلمه خصوصا اذا كان الكلام عن عقيدتنا عن علاقتنا بمحمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين العقيده بحاجه الى عامل مساعد هذا العامل يقوم بالممازجه بين العقيده وبين القلب القلب وهو الجانب الوجداني من الانسان هو الجهه التي تمتلك الطاقه المتوهجه والتي اذا ما امتزجت مع مضمون العقيده في العقل فان الانسان يكون قد تكامل عقائديا فنحن بحاجة إلى عامل مساعد يذيب عقيدة عقولنا في قلوبنا من الآخر تعلمنا عقيدة صحيحة سليمة ورسخت في عقولنا وبإمكاننا أن نتحدث عنها وبامكاننا ان نعلمها الاخرين وبامكاننا ان نحاجج عنها وان نقيم الادله عليها تعلمنا بطريقه جيده حسنه ورسخت المعلومات في عقولنا نحن بحاجه الى ان نحول هذه الماده الى مزيج يمازج القلب وهنا فان العمليه الكيميائيه هذه بحاجه الى عامل مساعد الذين يدرسون الكيمياء وحينما يذهبون الى المختبرات الكيميائيه ويجرون التجارب وحينما يذهبون الى المختبرات الكيميائيه ويجرون التجارب في تلك المختبرات في كثير من الاحيان يحتاجون الى عامل مساعد لاجل ان تكون عمليه التفاعل في احسن حالاتها او في احسن ما يمكن ان تنتج لنا من الخصائص والطبائع والمميزات فهناك العامل المساعد الذي يكون سببا في انجاح عمليه التفاعل الكيميائي وهذه قضيه معروفه يعرفها المتخصصون والدارسون لعلم الكيمياء العوامل الكيميائيه المساعده في تنشيط التفاعلات الكيميائيه في عالم العقيده هذا الامر موجود بعينه بالضبط قطعا بما يناسب عالم العقيده فالمعلومات العقائديه في العقل تحتاج الى عامل مساعد يسرع عمليه التفاعل والتمازج ويسبب السرعة فيما تنتجه تلك التفاعلات وأن تكون النتائج على أكمل وجه إذا نحن عندنا عقيده صحيحه في عقولنا وعندنا قلوب نريد ان نمازج بين هذه العقيده وبين قلوبنا يمكننا بالتفكر بالتدبر بالتذكر بالمواصله عبر البحث وعبر المعايشه من خلال القراءه او من خلال الكتابه او من خلال الاستماع والمشاهده الى غير ذلك من خلال المباحثه والمناقشه مع الذين يشاركوننا في تلك العقيده الى غير ذلك يمكننا ان نمازج تلك العقيده في قلوبنا لكن التمازج ذلك لن يكون في الجوده العاليه هو جيد لكنه لن يكون في الجوده العاليه الاكسير الذي فيه كل السر في ان العقيده التي في عقولنا يمكننا ان نمازجها في قلوبنا ومع قلوبنا هو الحسين الحسين الحسين, الحسين وحين اقول الحسين انني لا اتحدث عن الحسين بما هو هو وانما اتحدث عن علاقتنا به علاقتنا بالحسين هي التي ستسخن هذه العقيده في قلوبنا فحراره الحسين ولوعه الحسين في القلوب النظيفة تشكل عاملا مساعدا ذهبيا لتسريع عملية التفاعل الكيميائي الونا السليمة مع الحسين هي التي ستفعل ذلك من أبرز مصاديق علاقتنا مع الحسين دموع وزياره ولا اتحدث بالضروره عن زياره طقوسيه قطعا هي مهمه لا حاجه للحديث عن اهميتها انني اتحدث عن زياره الحسين ان كان ذلك من قريب او كان ذلك من بعيد ان كان ذلك بطقوس معينه بحسب نصوص الزيارات وادابها او كان ذلك انشاء من عندنا نناجي الحسين ونخاطبه ونتحدث اليه انني اتحدث عن الزياره بنحو عام بشكل عام من دون التوغل في التفاصيل زياره الحسين والبكاء على الحسين واتحدث عن البكاء العميق هناك بكاء سطحي على الحسين هذا البكاء الذي يستند الى الثقافه التي تعلمتها الشيعه من خطباء المنابر هذا بكاء سطحي وفي الحقيقه ما هو ببكاء على الحسين انه بكاء على اثار الحسين البكاء على الحسين شيء والبكاء على اثار الحسين شيء اخر لا اريد ان افصل الكلام في هذا الموضوع لأنني إذا دخلت في هذا الموضوع ستنتهي الحلقة وأنا سأكون لست واصلا إلى نقطة مهمة من الموضوع هذا موضوع كبير وعدتكم من أن مجموعة حلقات من حلقات هذا البرنامج سيكون الحديث فيها عن الحسين صلوات الله عليه حينما نوفق ونصل إلى تلكم الحلقات سأحدثكم عن هذا الموضوع وغيره بالتفصيل البكاء يستند الى وعي يستند الى ثقافه البكاء الذي يستند الى ثقافه حسينيه تؤخذ عن الوائلي وامثاله من الخطباء تؤخذ عن محمد باقر الصدر وتلامذته وما كتبوا في هذا المجال تؤخذ عن حزب الدعوه وتفاريعه عن منظمه العمل الاسلامي الشيرازيه وتفاريعها عن الثقافه الشيرازيه الشعائريه البكاء الذي يؤخذ عن الشعراء وعن الرواديد خصوصا في زماننا هذا خصوصا في هذه العقود المتاخره هذا بكاء سطحي لا أتحدث عنه هنا، انني أتحدث عن بكاء عميق يستند الى وعي يمكننا ان نجد رموزه رموز ذلك الوعي في كتاب كامل الزيارات. في كتاب كامل الزيارات والذي اصطلح عليه من انه الرساله العمليه للحسينيين، انني اتحدث عن الحسينيين الذين يعرفون الحسين وفقا لمذاق الحجة ابن الحسن لا لمذاق هؤلاء الاغبياء من الشعراء والرواديد الذين عددهم كثير في جونا الشيعي لا اتحدث عن وعي يبتني على الثقافة الوائلية ومن تفرع من فروع هذه المدرسه لا اتحدث عن وعي الاحزاب الشيعيه الدينيه القطبيه كحزب الدعوه ومنظمه العمل الاسلامي وامثالهما هذه العناوين وهذه المجموعات تتحدث عن حسين لا صله له بحسين الذي تتحدث عنه الروايات والزيارات والادعيه في كامل الزيارات وغيره مما جاء عن العطره الطاهره فانني اتحدث هنا عن بكاء عميق يؤسس على ثقافه زياره الناحيه المقدسه التي وردت عن صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه اتحدث عن بكاء عميق بهذا المستوى بعيدا عن المستويات الضحله التي اعطتنا حسينا هو حسين قطبي هو احد الاشخاص الذين نظمهم حسن البنا حسين حزب الدعوه وحسين منظمه العمل الاسلامي الشيرازيه وحسين محمد باقر الصدر وحسين الوائلي وحسين هؤلاء الشعراء والرواديد اما ان يكون شخصا لا يعرف راسه وبدايته من نهايته مجموعه من الصور المتضاربه والمتناقضه بحسب خيالات مجموعه من الشعراء الذين لا يملكون ثقافه ولا يم المفهم بتفهيمهم شعراء عقولهم كشكول من قذارات النواصب الى قذارات شعراء سبقوهم يقلدونهم الى انعكاسات ما يجري في واقع اليوم الى صور شعريه هم يخترعونها لا حقيقة لها لا في التاريخ ولا في العقيدة فيأتينا حسين لا نعرف وجهه ولا نعرف بدايته من نهايته إنه حسين الشعراء والرواديد الحسين الجودلية جودلية رقع يصنعونها لنا. هذه الرقع تلامس احلام قلوب الناس يتفاعلون معها يبكون عليها وهذا هو البكاء السطحي الذي لا ينتمي انتماء حقيقيا الى الحسين الحقيقي. اما الوائلي وحزب الدعوه ومحمد باقر الصدر والبقيه الجوقة الباقية فهؤلاء يرسمون لنا شخصا منظما في جماعة الاخوان المسلمين وربما يكون مسؤوله سيد قطب هذا هو الذي انتجوه لنا سيقولون ما يقولون ردا على كلامي هذا لكن الحقيقة هي هذه انا لا ابالي بما سيقولون لكن الحقيقه هي هذه ابحثوا عنها بانفسكم وتاكدوا من حسين هذا الذي يقدمونه لكم عبر فضائياتهم الوسخه بالثقافه القطبيه النجسه يقدمون لنا شخصا ينتمي الى جماعه الاخوان المسلمين وربما لم يصل الى الدرجه التي يكون فيها عضوا في مكتب الارشاد المكتب الذي يمثل القياده العليا لجماعه الاخوان المسلمين اما ما تعرضه الثقافه الشرازيه الشعائريه انها تعرض لنا الحسين في تفاهه تنتشر في مجموعه من الشعائر ليس الا الحسين الذي في كامل الزيارات في نصوص الزيارات وكثير من تلك النصوص لا تقرا ولا تعرفها الشيعه الشيعه يعرفون زياره وارث ويعرفون زياره عاشوراء وربما قراوا في بعض من الاحيان زياره الناحيه المقدسه الزيارات العظيمه في كامل الزيارات تحدثنا عن الحسين بمنطق اخر تحدثت في برامجي ومجالسي المختلفة عن كثير من مضامين كامل الزيارات. لو سألتموني عن كتاب تقرؤونه عن الحسين وفقا لثقافة الحجة ابن الحسن فإنني سأقول لكم: لا يوجد كتاب بهذا الذوق وبهذا الفهم، لقد قلبت المكتبه الشيعيه، قلبتها ظهرا لبطن، وانا الخبير بها، صدقوني ما وجدت كتابا يحدثنا عن الحسين وفقا لمذاق الحجة ابن الحسن. لا في اللغة العربية ولا في اللغة الفارسية. كامل الزيارات حديث اهل البيت. نصوص زيارات الحسين وال الحسين يحدثنا عن حسين وفقا لمذاق الحجة ابن الحسن ولكن نحن بحاجة إلى فهمه حتى لو نقلوا لكم تلك النصوص انهم لا يفهمونها واذا ما حاولوا شرحها يشرحونها وفقا لقواعد الفهم في علم أصول الفقه الشافعي وفي علم أصول الكلام المعتزلي فلا يوجد شيء من قواعد التفهيم العلوي في المنهج الحوزوي مطلقا 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 هذا هو الموجود في واقع مؤسستنا الدينيه الشيعيه الرسميه الوقت يجري سريعا اقف عند هذا الحد اذا اردتم ان تمازجوا بين عقيده عقولكم وبين مضمون قلوبكم فدونكم الحسين تعلموا ان تزوروا الحسين بعمق وتعلموا ان تبكوا على الحسين بعمق وهذا لن يتحقق الا ان تعيدوا قراءة الحسين وفقا لمذاق الحجة ابن الحسن. سأحاول معكم إن وفقت لذلك أن أعيد قراءة الحسين في مجموعة حلقات من حلقات هذا البرنامج في قادم الأيام. اذا جرت الامور باسبابها قطعا اذا بقيت هذه القناه وهذه الشاشه مستمره في عملها اذا بقينا احياء اذا واذا اذا جرت الامور باسبابها نذهب إلى فاصل